السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نحضر واحد لاصوص، وقلت علاش لا ما نصورهاش باش تعم الفائده، نفيد الناس ويفيدوني حتى هما، واللي هي ساهله ماهله وخفيفه، يعني ما كتحتاج شي مقادير بزاف ولا شي مكونات بزاف. عندي كنحتاج غير معلقه ديال مطيشه كونسونتري، يعني مطيشه مركزه، وعندي نص بصله مقطعه رقيقه، وعندي معلقه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نستعمل نص معلقه كبيره ديال الهريسه. هاد الهريسه راه ما كتكونش حاره، يعني كتكون غير شويه ديال الحموضه. وعندي جوج معالق كبار ديال المايونيز، يعني ما فيهاش شي مكونات اللي هما صعاب. وهاد لاصوص كتجي غزاله 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 وزوينه بزاف، وكنحتاجو كنستعملها بزاف في لي ساندويتش وفي لي تاكوس وفي داكشي، راه كتجي بصح كتجي زوينه. تبعوا معايا طريقه التحضير. كناخذوا جوج معالق كبار ديال المايونيز، كناخدو مطيشة كونسونتري، كنخلطو تقريبا المقادير كاملة، ما كنحتاجوش. كنزيدو البصلة، كنزيدو الهريسة نص معلقة كبيرة، ويا الصراحة الهريسة كتبقى على حسب الذوق. هادي راه كتجي مع لي تاكوس واعره، راه هادي هي لاصوص الفري ديال التاكوس. راه هادي هي السر ديال البنه ديال التاكوس. حتى ديك البصله كتعطي واحد الكو واعر. شوفوا كي كتجي، واللي بغى يزيد فيها شويه الحبق ماشي مشكل، الحبق اصلا كيتواتى مع هاد لي صوص. ها النتيجه النهائيه، شوفوا كي كتجي، راه كتجي زوينه وسهله ماهله. هادي ديروها في لي ساندويتش، ديروها في لي تاكوس، في لي شاورما، راه كتجي غزاله. وهادي سبيسياليست، هادي كتدار خصوصا لي تاكوس، راه كتجي فنه بصح غزاله. تاك لوغو ديال البصلات كيعطيها واحد المذاق اللي فعلا بنين. ها وصفتي، نتمنى تكون عجباتكم ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. بالصحه والراحه.